بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس نواصل الكلام فيه أو الحديث عن ما ذكره المصنف رحمه الله العلامة محمد صديق حسن خان في كتابه نيل المرام في تفسير آيات الأحكام. وقد تكلمنا في مقدمة أو عرضنا لما ذكره رحمه الله في مقدمة كتابه، مقدمة هذا الكتاب، من أن أحاديث الأحكام ليست كما اشتهر بأنها كم قال كم 500، ليست كذلك. قال لا هذا خطأ، بل هي لا تصل إلى 200، قال يعني في حدود أقل من ذلك، وإنما هي 200 آية أو قريب من ذلك. وتكلم على وجه ذلك وقال أنه الذي لا يصدق هذا أو الذي لا يقتنع بهذا يعمل إحصائية بنفسه، القرآن بين يديه وينظر في عدده بنفسه، يعني أنت أحصل الآيات، أنت أحصل الآيات التي فيها أحكام وسترى مبلغ صدقي فيما أقول. ليست 500 آية وإنما هي 200 آية كما قال، أو قريب من ذلك، يعني حتى ليس لا تصل إلى 200 آية وإنما هي قريب من ذلك. هذا ما رآه رحمه الله، وبين أنه يعني أن هذا أيضا يمكن ما تعرضنا له، لكن ذكر قرأه القارئ في الدرس الأخير أو اللقاء الأخير، بأنه يقول أنه لا أعلم أن أحدا من العلماء أوجب حفظها غيبة. هل يلزم طالب العلم لأجل أن يفهم معاني هذه الآيات، آيات الأحكام، أن يحفظها غيبا؟ قال لا أعلم أحدا من العلماء أوجب حفظها غيبا، بل شرط الشرط هو إيش الذي شرطه العلماء؟ أن يعرف مواضعها، يعرف مواضع آيات الأحكام في القرآن حتى يتمكن من عند الحاجة من الرجوع إليها. طيب كيف، ما هو السبيل أو الطريق إلى معرفة أماكنها؟ قال فمن نقلها إلى كراسة، الدفتر المعروف الكراسة، هذا الذي يعني يكتب فيه الفوائد والملاحظات، إذا نقلها إلى كراسة وأفردها كفاه ذلك، خلاص ما دام أنه نقلها إلى الكراسة يعني معنى عرفها، لن ينقلها إلى كراسة إلا هو قد عرفها، فهذا دليل ضابط على أنه عرف هذه آية الأحكام وذلك كاف. ما يقول لا أعلم أحدا من العلماء، لا أعلم أحدا من العلماء شرط على من يريد أن يفهم آيات الأحكام أو أن يستوعب آيات الأحكام أن يحفظها غيبا، قال لا أعلم أحدا من العلماء شرط ذلك، يعني ليس بشرط، لكن أفضل لا شك أن حفظها أفضل. هو المفروض أن يكون حافظا للقرآن كاملا طالب العلم، هل أحد الأولى به؟ ما هو المفروض يعني يجب عليه، لكن الأولى والأحسن بطالب العلم وخاصة من يتصدى أو يتخصص في كتاب الله، في تفسير كتاب الله وفي الكلام في حديث رسول الله، في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك من علوم الدين، هذا الأولى والأحسن به أن يكون حافظا للقرآن كاملا كله، من أول سورة الفاتحة من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس. لكن الاشتراط الكلام أنه هل يشترط لمن يعني يكون عارفا، لمن نقبل منه بيانه لأحكام آيات الأحكام، إن يحدثنا عن آيات الأحكام فيشرح لنا أو يبين لنا أو يكتب في هذه الآيات مؤلفا أو يدرسها، هل يشترط فيه أن يكون حافظا لهذه الآيات آيات الأحكام غيبا؟ قال لا أعلم، قال المصنف رحمه الله، قال لا أعلم أحدا من العلماء شرط ذلك، وإنما غاية ما يشترط أنه يكون عارفا بمواضعها من القرآن، يعني عارف أن هذه الآية في سورة كذا فيها الحكم الذي يستنبط منه، الحكم الذي استنبط منه العلماء حكما، فهذه الآية موضعها هنا وهذه الآية موضعها هناك في هذه السورة في تلك. ولو أنه يعني الدليل على أنه عرف هذه الآيات أنه لو أفردها في كراسة، يعني جمع أخرجها من المصحف، أخرج آيات الأحكام من المصحف وكتبها في كراسة، كان ذلك كافيا لمعرفته بمعرفته بهاية الأحكام. ثم بعد ذلك تكلم على قضايا في
يعني في منهجه أو فيما طريقته في الكلام في هذا الكتاب المختصر، وهو أنه قال أنه لا يذكر ليس القصد إلا ذكر ما يدل على الأحكام دلالة واضحة. الآيات التي تكون فيها دلالة واضحة على الأحكام الشرعية التي استنبطها منها العلماء هذه هي التي تذكرها. أما التي فيها الآيات التي لا تدل على ذلك بل فيها غموض، وذكرنا مثل على ذلك مثل، وهو إيش المثل الذي ذكره ورحمه الله، وهو قوله تعالى في الخل لتركبوها والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فهذه الآية قال أن الاستدلال بهذه الآية على تحريم لحوم الخيل بقول تعالى لتركبوها وزينة هذا فيه غموض وعدم وضوح، لذلك لم أذكر. تكلمنا على هذه الآية ومن استنبط منها على تحريم أكل لحوم الخيل، وهو من الأئمة؟ الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله استنبط من هذه الآية على تحريم، استنبط منها تحريم أكل لحوم الخيل، لأن الله تعالى قال لتركبوها وزينة، فمعنى ذلك أنه قصر الانتفاع بها على أمرين الركوب والزينة، فمعنى ذلك أنه لا يحل أكلها. هكذا قال الإمام مالك رحمه الله فيما نقله عنه أئمة مذهبه رحمه الله منه ابن القاسم وغيرهم. لكن الإمام الشافعي رحمه الله خالف مالكا في هذا، فقال لا يحل، بل يحل أكل لحوم الخيل، واستدل على ذلك بالسنة المطهرة، بالسنة الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الأحاديث الواردة في ذلك، حديث جابر وحديث أسماء، أليس كذلك؟ حديث أسماء بنت عميس أنها قالت نحرنا خيلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، وهذا في الصحيحين. قالت أسماء رضي الله عنها وهي أخت عائشة رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قالت في الحديث الذي في الصحيحين أننا نحرنا خيلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، وهذا دليل واضح على حل ذلك، لأنه يعني المعروف في علم الحديث أنه لما ينسب الحدث أو القول أو الواقعة إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على أنه في الأغلب إن لم يكن في حكم المؤكد أنه صلوات الله وسلامه عليه قد اطلع على ذلك ووافق عليه، أقره قد اطلع على ذلك ووافق عليه. وهناك حديث أصرح من ذلك وهو حديث جابر الذي نص فيه على إباحة أنها صلى الله عليه وسلم أجاز لهم أكل لحوم الخيل، وهذا صريح أكثر من حديث أسماء بنت عميس، لأنها قالت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكرت اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإن كان دليلا في الغالب على أنه صلوات الله وسلامه عليه قد اطلع على ذلك، علم به ما دام أنه في عهده، لأنهم ما كانوا يعملون شيئا، أن صحابته رضوان الله عليهم ما كانوا يعملون شيئا إلا باستفتائه صلى الله عليه وسلم وإطلاعه عليه وأخذ ما نقول أخذ رأيه وإنما أخذ حكمه صلوات الله وسلامه عليه في المسألة أو فتواه صلوات الله وسلامه عليه في المسألة، لأنه صلوات الله وسلامه عليه إمام المفتين، هو صلوات الله وسلامه عليه إمام المفتين، وقد عقد هذا كررته مرارا لأدل بذلك أو لي يعني أشجع أو أحث طلبة العلم على الرجوع إليه، وهو الفصل أن الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر في آخر فصل من كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين الذي خصصه في بيان أصول الفتوى والإفتاء وشروطها وآدابها وأحكامها وما يتعلق بذلك، ذكر رحمه الله آخر فصل به في هذا الكتاب، وهو قال فصل في فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، قال نختم بهذا الكتاب لأنه كالتأصيل لما سبق لكل ما سبق ذكره في هذا الكتاب، فهذه الفتاوى النبوية هي أصل عظيم لهذا الكتاب العظيم وهو إعلام الموقعين عن رب العالمين. فهو صلى الله عليه وسلم يفتي
يفتي أصحابه فيما ينزل به من نوازل في حياته صلوات الله وسلامه، يسألونه فيجيبهم، وجوابه هذا يسمى الآن، يسميه فتوى، يسميه في الآن فتوى. فهذه الفتاوى وصفها ابن القيم رحمه الله، هذه الفتاوى النبوية، فقال: فلله ما أجمل هذه الفتاوى وما أحلاها وما أجمعها لكل خير، وما أغناها يعني ما أغنى الذي يطلع عليها أو يأخذ بها، ما أغناه بها عن فتاوى فلان وفلان. هكذا قال رحمه الله في هذا الفصل الأخير من كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. قال هذا فصل نختم به، فصل في فتاوى إمام المفتين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يعني هذه المقدمة ذكر فيها أيضا، قال وها أنا ذكر طريقته في شرح هذه الآيات، آيات الأحكام. قال أنا أفسر تلك الآيات بتفسير وجيز جامع لما له وما عليه، تفسير جامع لما له وما عليه، لما له من الصواب وما عليه من الخطأ. يذكر الأمرين، يذكر ما له من الحق وما له من الصواب، يذكر حظه من الصواب ويذكر حظه من الحق، ويذكر ما عليه من المؤاخذات أيضا، ويذكر على هذا التفسير الذي ذكره يعني من باب الإنصاف. بالنسبة معنى أن ذكرت في كتابي معنى أنه أن هذا اللي أذكره ليس فيه خطأ ومعصوم، لا، أن أذكر ما له وما عليه، أذكر ما له من الحق وما عليه من الخطأ. إذا كان فيه خطأ في هذا التفسير الذي ذكرته فأنا أذكر ذلك أيضا، لما له عليه وما، ولم أخذ فيها من الأقوال المختلفة إلا الأرجح، يعني يذكر القول الراجح، ما يذكر في الآية تفسير الآية من آيات الأحكام يكون فيها كثيرا ما يكون فيها أقوال مختلفة متعددة. يقول أكثر الأرجح، لا أذكر إلا الأرجح، أرجع الأقوال أقواها هو الذي أذكره. ومن الدلائل المتنوعة، لا أذكر من الدلائل المتنوعة إلا الأصح الأصرح، الدلائل الأدلة ما أذكر من الأدلة المتنوعة سواء كانت من كتاب الله أو سنة رسوله أو من إجماع الأمة أو من القياس أو غير ذلك، لا أذكر إلا الأصح والأصرح. والغالب أنه يقصد الدليل من السنة النبوية، لأن السنة مفسرة للقرآن، السنة مفسرة للقرآن كما يعني هي مهمته صلى الله عليه وسلم في ما ذكره أو فيما أمره به رب عز وجل. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فهو رسول الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم مبين عن ربه، فهو في الغالب يقصد بالدلائل الأدلة من السنة النبوية الصحيحة الثابتة، لأنه قال الأصح والأصرح، لأنه في أدلة قد تكون صحيحة لكنها ليست صريحة في الباب، ما هي صريحة في الباب وإن كانت صحيحة، لكن أنا أذكر الأصح والأصرح. ولعمري لا يوجد قط تفسير موجز بهذا النمط، يعني لا أعرف أنه يوجد تفسير موجز هو صحيح كلامه، لا تكاد تجد في كتب تفسير آيات الأحكام مثل هذا الكتاب في وجازته وجمعه للمعاني الكثيرة والفوائد الغزيرة في اللفظ الوجيز. هذا صحيح كلامه، هذا لا تظن أو لا يظن ظان أنه يثني على كتابه أو يعني يعطيه منزلة أعلى مما يستحقه، لا، الذي يسبر غور هذا الكتاب ويطلع على قضاياه وعلى مسائله وعلى عرضه وبسطه فيه يصدق ذلك أو يوافق على ما قال، بل يجد ما قاله أقل، الذي قاله المصنف رحمه الله في كتابه هذا قد يكون أقل من حقيقة الكتاب، أن الكتاب حقيقته يمكن تكون أكثر من ذلك. فهو من الكتب الجليلة الجامعة على وجازته وعلى صغر حجمه وعلى قلة أوراق صفحات الكتاب، يعني ما هو في الكتب الأخرى كثيرة أكبر منه حجما وأكثر تفصيلا وبسطا للقضايا، لكنه هو تعمد ذلك، هو قال أن قصدت التفسير أن يكون وجيزا جامعا، ولا أقصد البسطة والتطويل والإفاضة، هذا ما أريد ذلك أنا. لماذا؟ لأن عندي كتابا آخر. أولا لأن هذا أنفع لأكثر فائدة لطالب العلم، يتركز المادة العلمية في ذهنه ويستفيد أكثر مما يكون لما يكون الكلام كثيرا، لأن كما قال أبو بكر الصديق
الخليفة الأول خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته ليزيد بن معاوية لما أرسله إلى الشام، فقال: وإذا وعظت فأوجز، فإن كثرة الكلام ينسي بعض أو فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا. كثرة الكلام ينسى الإنسان أول الكلام عندما يصل إلى آخره، مع أنه كلام كثير. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم مما ميزه به ربه جوامع الكلم، أنه كان يتميز بجوامع الكلم، وأوتيت جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، اختصر له الكلام. فكان صلى الله عليه وسلم كلامه يجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة، كان صلى الله عليه وسلم يجمع المعاني. هذه جوامع الكلم، معنى جوامع الكلم هو الكلام الذي يجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة. أما نحن كلامنا في الوقت العاصر في الغالب، يعني في الغالب إلا من رحم الله، كلام كثير لكن المعاني قليلة. بالعكس، يعني نحن كلامنا كثير لكن المعاني التي تضمنها هذا كلامنا هذا قليلة، بعكسه صلى الله عليه وسلم وبعكس صحابته وبعكس من مشى على سنته صلوات الله وسلامه عليه من السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المهديين، أئمة المذاهب وغيرهم من أئمة العلماء. فأقول سميته نيل المرام من تفسير أحكام الآيات والأحكام، وألفت بعد ذلك تفسيرا لمقاصد القرآن المسمى بفتح البيان، له تفسير كتاب له كتاب للشيخ المصنف رحمه الله العلامة صديق محمد صديق حسن خان، له غير هذا الكتاب كتاب كبير واسع وهو فتح البيان في مقاصد القرآن، وهو جامع للرواية والدراية على طريقة فتح القدير للشوكاني وعلى طريقة الحافظ ابن كثير، وهذه الكتب التي جمعت بين الرواية في كتب التفسير التي جمعت بين الرواية والدراية، يعني بين الأثر والنظر، بين النصوص الواردة في تفسير الآية من أحاديث نبوية ومن آثار، وكذلك تفسيرها أيضا بالدراية، يعني بما ورد في لغة العرب وفي معانيها وفي الشعر وغير ذلك، كما يصنع الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان عن تأويل آية القرآن الذي يستشهد فيه كثيرا بالشعر وأقوال العرب وأقوال أئمة اللغة، وكذلك في تفسير القرآن لكن مع ذكره الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن أئمة المفسرين، أئمة السلف من المفسرين كقدادة ومجاهد ابن جبر وسعيد ابن جبير وغيرهم من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال: وألفت بعد ذلك، يعني أنا قصدي الذي يقرأ هذا التفسير لا يقتصر عليه أو لا يظن أنه غاية الباب وغاية المقصد وغاية النهاية وآخر شيء في الموضوع، لا، هذا هو مجرد مقدمة وتمهيد يشتاق بها طالب العلم إلى ما بعده إلى ما هو فوقه، فانتقل منه إلى مقاصد القرآن وهو كتابه الذي ألفه كتاب المصنف رحمه الله الذي ألفه، وإلى غيره من الكتب، ما هو لازم مقاصد القرآن بس، لكن هو يشير إلى كتابه هو، يعني إذا وجدتني اختصرت، إذا أيها القارئ أو أيها السامع لهذا الكتاب إذا كنت تسمعه ولا تقرأه، أيها القارئ أو السامع، إذا وجدت هذا الكتاب مختصرا فإنما بعده كتاب موسع، يعني بعده ألفت بعده كتابا مفصلا فيه تفسير كامل لجميع آيات القرآن، ما هو آية الأحكام بس، لكن لجميع آيات القرآن، لجميع سور القرآن وجميع آياته، مثل كغيره من كتب التفسير المعروفة، وهذا سماه مقاصد البيان. فهذا أشبه بالمقدمة أو أشبه بالتشويق، المقدمة والمشوق، هذا الكتاب مقدمة ومشوق لما بعده من كتاب، وهو كتابه رحمه الله مقاصد القرآن، ولغيره من كتب التفسير الموسعة التي فيها تفسير لكامل كتاب الله عز وجل، لكامل الآيات، يعني الآيات والسور، ليست خاصة بآيات الأحكام. ثم ننتقل بعد ذلك، يعني عليك بذلك التفسير، يقول على الذي هو مقاصد القرآن، لعلك لا تجد مثله
في إخوانه إن شاء الله القدير. شوف هو علق قال لعلك، يعني ما قال، ما جزم بأنك لن تجد، لأن هناك من يؤلف كتابا ويجزم بأنك لن تجد في لن تجد في غير هذا الكتاب، في غير كتاب هذا ما ما ما, ما تجده فيه، يعني يثني على كتابه ثناء عظيما جازما بذلك. لكن هنا المصنف رحمه الله غلب عليه التواضع والإنصاف فقال لعلك، يعني يمكن لعل للترجي. أنا ما أقول أنك لا تجد مثله، لا، أقول لعلك يمكن، يعني أنا أظن، يعني ربما قد تجد وقد لا تجد، يعني هذا لم يجزم به، قد تجد مثله وقد لا تجد مثله، فلم يجزم بذلك رحمه الله. وهذا دليل على تواضعه وإنصافه رحمة الله عليه. ولذلك يعني هو ممن أفاض الله على كتبه من القبول عند جماهير المسلمين منذ ألفها رحمه الله إلى وقتنا الحاضر، يعني لأنك كما سمعت الآن هو لا 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 يعظم نفسه ولا يعظم كتابه، ويقول أنك لا تجد في كتب الأخرى يعني مثل ما تجد في كتابي كما يصنع بعض المؤلفين. لا، يقول لعلك يمكن، يعني أنا ما أدري، لعلك لا تجد مثله في إخوانه إن شاء الله القدير. أيضا ربط ذلك بمشيئة الله تعالى، إنه إذا شاء الله فإنك لن تجد مثله، وإذا لم يشأ سبحانه فإنك ستجد مثله، أليس كذلك؟ يعني مرتبطة بمشيئة، ربطها بمشيئة الله تعالى وبالترجي. لعلك ربما، يعني لعلك ما هي جازمة، لعلك هذه ليست جزما، لعلك تجد، لعلك ربما تجد، وربما تجد مثله أو أحسن منه، وربما لا تجد كما قال. فهو من باب الترجي، هذه لعل للترجي. أرجو أنا من باب الرجاء تحسينا للظن بالله عز وجل الذي إن شاء سبحانه فإنك لن تجد مثله، وإن لم يشأ فستجد مثله أحسن منه. فهذا قصده رحمه الله. نعم، نبدأ بالآية الأولى سورة البقرة. والله قال، والله ختم المقدم بقوله والله سبحانه أسأل أن يجعل هذا المختصر خالصا لوجهه الكريم وينفع المسلمين بلطفه العميم، آمين. نعم، تفسير سورة البقرة، الآيتان الأوليان اللتان ذكرهما حتى ننتقل إلى معالم السنن إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفع بعلوم شيخنا وبارك في علمه وعمله وعمره وزده سدادا وإحسانا وتوفيقا، اللهم آمين. أما بعد، قال المصنف الإمام محمد بن حسن صديق خان القنوجي رحمه الله تفسير سورة البقرة، وهي 200، يعني تفسير سورة البقرة الآيات التي فيها آيات الأحكام من سورة البقرة، ما هو تفسير سورة البقرة كاملة، لأنكم عرفتم هو يفسر آيات الأحكام فقط. أما من أراد تفسير سورة البقرة كاملة فليرجع إلى كتابه الآخر وهو مقاصد القرآن، كتاب مقاصد القرآن تجد فيه تفسير سورة البقرة كاملة. أما هنا يفسر آيات الأحكام فقط، لأن هذا هو موضوع الكتاب، نيل المرام في تفسير آيات الأحكام. هو يأتي إلى الآيات التي تضمنت أحكاما عملية في من سورة البقرة وما بعدها من السور، فهذا معنى تفسير سورة البقرة، يعني تفسير آيات الأحكام التي في سورة البقرة. نعم. قال رحمه الله تفسير سورة البقرة، وهي 286 آية. قال القرطبي مدنية نزلت في مدد شتى، وقيل هي أول سورة نزلت بالمدينة إلا قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فإنها آخر آية نزلت من السماء، ونزلت يوم النحر في حجة الوداع بمنى، وآيات الربا أيضا من أواخر ما نزل من القرآن انتهى. وقد وردت في فضلها أحاديث، منها أن قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة في الذي صحيح في صحيح مسلم، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، والبطلة هي السحرة، هم السحرة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ينفر من البيت
الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هذا الحديث صحيح أيضا في الصحيحين أو في صحيح البخاري رحمه الله. وهذه فضائلها كثيرة، لأنه أشار إلى هذه الأحاديث وقد وردت في فضلها أحاديث. هذان الحديثان هما من جملة ما ورد، لأنهما حديثان صحيحان من أحاديث الصحيحين. صحيح البخاري إما من أحاديث صحيحين معا يعني اتفق عليها الشيخان، وإما من أحاديث أحدهما كالحديث الأول الذي ذكرته، وهو اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ها، ولا تستطيعها البطلة السحرة. نعم. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قال ابن كيسان: أي من أجلكم. وفيه دليل على أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة حتى يقوم دليل على النقل عن هذا الأصل، ولا فرق بين الحيوانات وغيرها مما ينتفع به من غير ضرر. وفي تأكيد ما في الأرض بقوله جميعا أقوى دلالة على هذا. هذه الآية وهي قوله تعالى، وهي الآية 29، شوف ترك آيات كثيرة سابقة لها، لأنه كما قلنا ليس تفسيرا كاملا لكل آيات السورة، وإنما يأتي إلى الآية التي فيها أحكام، التي تضمنت أحكاما عملية أو استنبط منها العلماء أحكاما، فيذكر هذه الآية ويفسرها تفسيرا موجزا كما قال رحمه الله في مقدمته، وكما سنرى الآن في التطبيق العملي أو البيان العملي لما ذكره رحمه الله في مقدمته. فهذه الآية درج العلماء أو أكثر العلماء يعني السائد أنها دليل على أن الأصل على القاعدة الشرعية أو الفقهية المعروفة الشهيرة، وهي أيش؟ أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد الدليل بحظره، الأصل في الأشياء الإباحة. هذه قاعدة فقهية، قاعدة فقهية. والعلماء يعني السائد عندهم، وخاصة من يكتب في القواعد الفقهية وكذلك من يفسر الآية، يفسر يعني في كتب التفسير، أقصد في كتب التفسير كما صنع المصنف هنا، يستنبط من هذه الآية هذه القاعدة، وهي إيش؟ أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقوم دليل على النقل عن هذا الأصل، يعني يأتي دليل آخر. هذه هي الأصل، أن الأصل في الأشياء الإباحة، كل شيء مباح، كل ما خلق الله، كل ما هو ما أوجده الله مباح لنا أن ننتفع به، حتى يأتي إلا إذا جاء دليل، أو حتى يأتي دليل آخر ينقل هذا الحكم من الإباحة إلى إيش؟ إلى حكم آخر، إلى الحظر أو إلى الكراهة أو إلى غير ذلك من أحكام. فهذه القاعدة يستنبطونها دائما، غالبا العلماء يستنبطون هذه القاعدة الفقهية أو يجعلوا هذه الآية الكريمة دليلا لهذه القاعدة الفقهية، يجعلون هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يجعلونها قلنا إيش؟ دليلا على هذه القاعدة الفقهية، يعني يستنبطون من هذه الآية هذه القاعدة الفقهية. هذا هو السائد ومنتشر، إلا عند إمام واحد من أئمة العلماء، من أئمة المالكية، وهو الإمام الشهير أبو بكر ابن العربي. هذا ابن العربي، ليس ابن عربي الآخر ذاك الذي صاحب الفتوح المكية وغيره، هذا ابن العربي الفقيه المالكي من أئمة المالكية رحمه الله، صاحب كتاب إيش؟ الجامع لأحكام القرآن، وكتاب عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي، وكتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس. هذا إمام مشهور ابن العربي رحمه الله، أبو بكر محمد ابن عبد الله، أبو بكر محمد، هل ليس ابن العربي الآخر، ذاك ابن عربي الآخر، ابن عربي بدون التعريف، أما هذا ابن العربي، ابن العربي المالكي، الإمام الشهير صاحب المصنفات الشهيرة الكثيرة التي على رأسها الجامع لأحكام القرآن في 4 مجلدات، وهو كتاب جليل القدر، عظيم المنفعة، معروف مشهور، يعرفه طلاب العلم،
وكتابه الآخر أيضا الجليل في شرح سنن الترمذي عارضة الأحوذي، عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي، وأيضا كتابه القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، أيضا هذه كلها مطبوعة، الكتب هذه مطبوعة وموجودة ومتوفرة بين يدي بين أيدي طلبة العلم. فهذا ابن العربي هو تقريبا يمكن الوحيد، الله أعلم، ما أدري ما ما ما, ما يعني لم نطلع على غير لغيره على كلام مثل الكلام الذي قاله. هو رفض هذا الكلام، رفض أو اعترض على هذا الكلام أن هذه الآية تدل على أن الأصل من الإباحة، قال لا هذا ليس بصحيح، هذه الآية لا يستنبط منها أن الأصل في الإشياء الإباحة، هذه ما لها علاقة، يقول الآية هذه ليست لها علاقة بهذه القاعدة. يقول رحمه الله أحسن نقرأ كلامه حتى يعني نستوعب ما يريد أن يقول بكلام بين بليغ عميق، هو اشتهر به رحمه الله بكلام متين، يتكلم بكلام عربي بليغ متين رفيع العالي، يعني عالي يمكن قد لا يفهمه بعض الذين لم يتعودوا أسلوبها وقلها، لكن هو واضح في هذه المسألة واضح. يقول رحمه الله يقول وقد تعلق كثير من الناس بهذه الآية اللي هي آية إيش التي قرأناها، وهي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الآية 29 من هذه السورة العظيمة سورة البقرة. يقول رحمه الله قد تعلق كثير من الناس بهذه الآية في أن أصل الأشياء الإباحة، يعني كما قلنا أنهم استدلوا بهذه الآية أو جعلوا هذه الآية دليلا على هذه القاعدة الفقهية، وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة. القاعدة صحيحة، هو ما يعارض في القاعدة، القاعدة هو صحيح عنده صحيحة أن الأصل في الأشياء في الإباحة، ما يتكلم عن هذا، هو يتكلم على أن الآية هذه ليست فيها دليل على هذه القاعدة، هذا كلامه. هو لا يقول أن الأصل في الإباحة الأصل في الأشياء هذه القاعدة خطأ، لا هذه قاعدة صحيحة هو يسلم بها كغير، هذه قاعدة عامة يعني عند كل العلماء، عند جماهير العلماء، ما نادر أن أحد لا نعلم أحدا قال أن هذه الآية خطأ، أن هذه الآية خطأ، ما يعرف هذا، يعني هذا شيء من القواعد الفقهية المسلمة عند العلماء، هو ما يخالف في ذلك، هو يقول لكن يقول أن هذه الآية ليست دليلا على هذه القاعدة، يقول هذه الآية ليس فيها ذلك كما قالوا، مع أنه اشتهر عندهم عند يمكن جمهورهم أو عند أكثرهم إن لم يكن الكل على أنها دليل على هذه القاعدة، يقول لا هذه ليست في هذه النص الأشياء الإباحة إلا ما قام عليه دليل بالحظر، يقول واغتر به بعض المحققين وتابعهم عليه، يعني إن هذه تدل على هذه القاعدة، اغتر به بعض المحققين، يقول وقد حققنا في أصول الفقه أن الناس اختلفوا في هذه الآية على ثلاثة أقوال، الأول أن الأشياء كلها على الحظر بعكس هذا بعكس هذه القاعدة، يقول الأشياء كلها على الحظر حتى يأتي دليل الإباحة، هذه عكس القاعدة تماما، هذا الأول القول الأول في هذه الآية الذي ذكره العلماء في هذه الآية، يقول ثلاثة أقوال، الأقوال الأول أن الأشياء كلها على الحظر على الحظر المنع على الحظر المنع التحريم، يعني عكس الآية حتى يأتي دليل الإباحة، الثاني أنها كلها على الإباحة حتى يأتي دليل الحظر، هذا الذي نحن بصدده، القول الثاني إيش أنها كلها على الإباحة، يعني كلها يعني الأشياء، أن الأشياء كلها على الإباحة حتى يأتي دليل حظر المنع، وهذا ما نحن بصدده، القاعدة اللي نتكلم فيها، الثالث أن لا حكم لها حتى يأتي الدليل بأي حكم، القول الثالث يقول لا ما لا حكم، لا تدل على إباحة الأشياء، يعني لا الأصل في الأشياء لا على إباحة ولا على ضدها، ما في حكم لها، ليس فيها حكم حتى يأتي الدليل بأي حكم اقتضى، هذا القول الثالث، يعني لا إباحة ولا حظر، إنها هكذا تبقى مطلقة حتى يأتي الدليل، يجي دليل أن يقول هذا مباح، هذا الشيء مباح، هذا ليس مباح بهذا الدليل الذي جاء، لكن ليس في الأصل، الأصل ما في شيء، الأصل ليس فيه لا حظر ولا إباحة، هذا القول الثالث. يقول ثم بعدما بين أن القائلين بأن الأصل الإباحة أو الحظر اختلفوا، اللي قالوا أن الأصل هو الإباحة والذين قالوا أن الأصل هو الحظر، هؤلاء اختلفوا
في منزع ذلك، يعني من أين نزعوا هذا، من أين انتزعوا هذا، من أين استنبطوا هذا، هل الشرع أو العقل؟ قال وبين رحمه الله أنه لا حكم للعقل وأن الحكم للشرع، الانتزاع إنما هو من الشرع، العقل ما له دخل في هذه، العقل ليس له دخل في هذا. يقول الانتزاع يعني الاستنباط والاستدلال إن في هذه المسألة، في هذه القضية، وهي مسألة أن الأصل في الإشاح، الأصل في الأشياء هل هو الإباحة أو الحظر، الصحيح الحق أن الأصل فيه الشرع وليس العقل، الأصل فيه الاستنباط إنما هو بطريق الشرع، يعني طريقنا إلى معرفة أن الأصل هو الحظر أو الأصل هو الإباحة ما هو، الشرع ولا العقل؟ الشرع، الأصل فيه هو الشرع كما يقول، وأما العقل فلا مدخل له في ذلك. وبين أنه لا حكم للعقل وأن الحكم للشرع، لكن ليس لهذه الآية في الإباحة ودليلها مدخل. أنا أقول بأن الطريق لمعرفة الأصل في الأشياء هل الإباحة أو الحظر هو الشرع، لكن مو معنى الشرع أن هذه الآية هي دليل على ذلك، على أن الأصل في الأشياء الإباحة كما قالوا، لا، يقول ليس لهذه الآية في الإباحة ودليلها مدخل، ما لها دخل، ما تدخل في هذا، ولا يتعلق بها محصل. ثم قال وتحقيق ذلك أن الله تعالى، شوف إبغى يبين معنى الآية، انتبه لمعنى الآية عنده رحمه الله، حتى لا تقول بس يعني يلقي الكلام على عواهنه، يقول الآية لها معنى آخر، ليس هذا هو المقصود، ليس المقصود بهذه الآية أن المعنى أن الأشياء هي الأصل في الأشياء الإباحة، لا، أن الله تعالى لم يرد بذلك، لم يرد بهذه الآية هذا المعنى، إنما قال أن الله تعالى إنما ذكر هذه الآية في معرض الدلالة والتنبيه على طريق العلم والقدرة وتصريف المخلوقات بمقتضى التقدير والإتقان إلى آخر الكلام، اختصرته قال لنصل إلى المقصود الأساسي، قال فخلقه سبحانه وتعالى الأرض وإرساؤها بالجبال ووضع البركة فيها وتقدير الأقوات بأنواع الثمرات وأصناف النبات إنما كان لبني آدم تقدمة لمصالحهم وأهبة لسد مفاقرهم، الفقر يعني فقرهم حاجتهم، مفاقرهم حاجتهم، تقدمة لمصالحهم وأهبة لسد مفاقرهم، فكان قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا مقابلة الجملة في الجملة، قوله هذا هو من باب فكان قوله كذا مقابلة الجملة بالجملة للتنبيه، هذا خبر كان قوله مقابلة الجملة بالجملة، هذا خبر كان، أليس كذلك؟ صح، كان قوله مقابلة، يعني هذا القول هو مقابلة الجملة بالجملة، كيف؟ قال للتنبيه على القدرة المهيئة لها للمنفعة والمصلحة. هنا شوف اسمع، هذا اللباب وهذا المقصود وهذا معنى الآية عنده رحمه الله، هذا اللب وهذا القصد، استمع إليه، قال وأن جميع ما في الأرض إنما هو لحاجة الخلق والباري تعالى غني عنه متفضل به، هذا معنى الآية عند الإمام ابن العربي رحمه الله يقول، ولذلك وضعت تحته خط لأن هذا الزبدة وهذه الخلاصة وهذا معنى الآية عنده رحمه الله، قال وأن جميع ما في الأرض، هذا معنى قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يقول أن جميع ما في الأرض إنما هو لحاجة الخلق والباري تعالى غني عنه متفضل به، هذا المقصود يقول ما فيها لا ما لها علاقة لا بالإباحة ولا ليس لها علاقة، الآية ليس لها علاقة أبدا لا بإباحة ولا بضدها، إنما معناها هو هذا، قال معنى الآية أن جميع ما في الأرض إنما هو لحاجة الخلق لكم، قال لكم خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم وفيها لكم الآية لكم يعني لكم أنتم، أنا ما أحتاج، أن الله تعالى ما غني عنها، أن جميع ما في الأرض إنما هو لحاجة الخلق والباري تعالى غني عنه متفضل به، ما يحتاج هو يتفضل به لكم أنتم، خلق لكم أرض ما في، يقول وليس في الإخبار بهذه العبارة عن هذه الجملة ما يقتضي حكم الإباحة، إيش علاقة الإباحة بهذه؟ يقول لا علاقة الإباحة، هو هذا امتنان من الله تعالى بأنه سخر لكم وذل لكم ما في الأرض، قال ولو أننا قلنا، يعني استدل على ذلك أيضا يدلل على صحة ما ذهب إليه من أن هذا هو المعنى المقصود من الآية، قال بأننا لو قلنا بأن الله تعالى سخر لنا ما في الأرض جميعا ومعنى ذلك أن هذا التسخير أو أن هذا المعنى يفضي
يوصل إلى التقاتل والتهارش والتهارش كما قال التهارش يعني مثل صنيع الكلاب لما يتهارشوا على 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 إيش على الصيدة أو على الذبيحة التي يصيدونها يتقاتل الناس. يقول أن الله تعالى مع أنه بيّن طريق التملك وأسباب وموارده ومع ذلك الناس تقاتلوا وتصارعوا وتحاربوا على هذا، فلما نقول لهم خذوا ما في الأرض جميعا هو حلال لكم، هذا يقول هذا يفضي إلى إيش إلى التقاتل والتهارش والصراع وكذا، كأننا نقول للناس هيا تصارعوا وتحاربوا حتى هذا لكم مدام لكم كلكم، زي ما كانت تقول للناس خذ هذا لك هذا لكل كل مجموعة من الناس تجعل لهم شيئا مثلا أو مالا أو أي شيء وتقول خذوا هذا خذوا لكم كلكم، فالنتيجة إيش أنهم يتقاتلوا الناس على هذا ويتصارعوا عليه لأنك ما حددت ولا قلت شيء. لكن هذا قد يقال بأن هذا نفس يعني قد يقال في الرد عليه رحمه الله الآخرون يعني قد يقولون بأنه هذا لفظ عام هذا دليل عام أن الله سخر لنا ما في الأرض، لكن هناك أدلة أخرى أتت نظمت الحلال والحرام ونظمت الذي يجوز لك والذي لا يجوز الذي هو من حقك والذي ليس من حقك، في أدلة أخرى ليس هو الدليل الوحيد هذا بس في أدلة أخرى. لكن على كل حال هو رأيه رحمه الله القوله في معنى الآية يقول هذه ليست ما لها علاقة أبدا بالحظر والإباحة، وهذا الذي استنبطوه منها ليس بصحيح، أن الآية لها معنى آخر سمعتموه في هذا الكلام الذي ذكره في كتابه الجامع لأحكام القرآن. وفي هذا القدر كفاية، ننتقل الآن عشان الوقت حتى لمعالم السنن للإمام الخطابي رحمه الله. الإمام الخطابي رحمه الله شرح هذا الكتاب اللي كما تعلمون وهو كتاب سنن أبي داود الذي هو أجمع كتاب أو أعظم كتب أو أهم الكتب الستة في جمعه لأحاديث الأحكام وتصنيفها وترتيبها. فبدأ بعد المقدمة التي سبق الكلام عليها وختمها ببيان مقصوده رحمه الله من تأليف هذا الكتاب، بأنه كان في عصره رحمه الله فئتان، الناس انقسموا إلى فئتين، فئة سماها فئة أهل الحديث وأثر، وفئة الثانية أهل فقه ونظر، وأن كلتا الطائفتين تحارب الأخرى وتقاتلها، مو تقاتلها يعني بالسلاح، لكن تقاتلها بالخلافات وبالرد وبالأخذ والرد والتخطئة وبيان أنها ليست على شيء وأن الصواب ليس معها وأن الصواب معي أنا ليس معك وهكذا الخلافات المعروفة هذه. ويقول أن هاتين الفئتين مع أنه أكثر ليس هناك في طائفة ليس هناك طائفة من الطوائف أكثر حاجة إلى أختها من هاتين الطائفتين، أهل الحديث والأثر أكثر الناس احتياجا لأهل الفقه والأثر، وأهل الفقه والنظر أكثر الناس احتياجا لأهل الحديث والنظر. مع هذا الاحتياج ومع هذا القرب، يقول القرب الشديد بينهما، هم متنازعان، لما رأيت متنازعان متخاصمان ويعني استعملوا الخلاف العلمي أو الخلاف في مسائل العلمية ليثبت كل واحد منهما أن الآخر مخطئ وأن الصواب ليس معه وهكذا، فقال لما رأيت ذلك أردت أن أؤلف هذا الكتاب حتى يجد فيه الفقيه ما يقربه من الحديث، يجد الفقيه يعني كل واحد الفقيه في ذلك الوقت الذين هم من أهل الفقه والنظر كان مشأنهم إيش لا يعترفون لأولئك بأنهم عندهم شيء يعني أننا نحن نرجع إليه، أنتم ما عندكم شيء، نحن الذين عندنا الحق وعندنا الصواب وعندنا الأدلة وعندنا المعنى ما هو الأدلة عندنا الأحكام وعندنا كذا، والآخرون الذين هم أهل الحديث ينظرون إلى هؤلاء أيضا أنهم ليسوا على شيء، وأن هذا كان في زمانه الحمد لله هذا الآن انتهى، هذا الأمر بفضل الله انتهى أو كاد، الآن التلاقي بين العلماء موجود سواء في 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 المجالس العامة أو في المجالس الفقهية المجامع يعني المجامع الفقهية أو الجامعات أو المعاهد أو المؤتمرات، اللقاء بين العلماء حاصل الحمد لله سواء كانوا من الذين يشتغلون بالحديث أو اللي يشتغلون في هذا كلام قديم وانتهى الآن يكاد يكون اندثر أو ليس له وجود إلا في النادر في بعض البلاد، لكن الحمد لله بالجملة يعني إن شاء الله ليس موجودا بالصفة وبالصورة التي كانت على عهد الإمام الخطابي رحمه الله التي جعلته يؤلف هذا الكتاب، قال حتى يجد فيه الفقيه
ما يقربه من الحديث، وحتى يجد المحدث فيه ما يقربه من الفقه، يعني يكون الكتاب هذا سبب للتلاقي، تلاقي الفئتين، الفقيه ويجد فيه ما يقربه من الحديث، والمحدث يجد فيه ما يقربه من الفقه. ولذلك ألف هذا الكتاب الذي سماه معالم السنن في شرح سنن الإمام أبي داود السجستاني. وقدم بعد هذه المقدمة قال الإمام أبو داود كتاب الطهارة، وهذا الكتاب يعني تضمن، ذكر فيه أبو داود رحمه الله 19 بابا، ذكر 19 بابا. وقلنا أنه لما تكلمنا عن المدخل إلى سنن أبي داود في هذه الدروس وهذه اللقاءات، قلنا أنه رحمه الله غالبا ما يذكر في الباب إلا إيش، حديثا واحدا أو حديثين في الغالب، أن أبا داود رحمه الله لا يذكر في الأبواب التي يعقدها إلا حديثا واحدا أو حديثين، هذا في الغالب. ولذلك يأتي الشارح الإمام الخطابي رحمه الله يأخذ حديثا واحدا من الباب في الغالب أيضا، فيشرح به الباب كله، يشرح به الباب كله، يعني يدل بما ذكره على ما لم يذكره، يدل به الإمام الخطابي بما ذكره في الشرح على ما لم يذكره، لأنه شرح مختصر، شرحه رحمه الله موجز مختصر، كالكلام الكلام فيه كالكلام على ما تقدم عن العلامة صديق حسن خان في الوجازة والجمع والاختصار. ولا هناك شروح مطولة للسنن لسنن أبي داود كثيرة، لكن هذا شرح موجز. وقلنا أنه إن لم يكن أول شرح للسنن، إن لم يكن هذا الكتاب معالم السنن هو أول شرح، إن لم يكن كذلك فهو بدون شك أنه من أوائل الكتب التي شرح بها مؤلفوها هذا الكتاب الجليل، من أجل الكتب، من أعظم الكتب، أحد الكتب الستة، الذي هو أحد الكتب الستة التي عليها مدار الحديث في الإسلام. فهذا الكتاب كتاب الطهارة جمع فيه أو ذكر فيه أبو داود رحمه الله 19 بابا، بدأها بباب التخلي عند قضاء الحاجة، وختمها بباب الاستنجاء بالماء. وهذا الكتاب كتاب الطهارة تضمن آداب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة، الآداب سواء كان منها الآداب الواجبة أو الآداب المستحبة. آداب مو معناها كلها أنها يعني أمور مستحبة، لا، بعضها واجب. الآداب لأن التأديب، لأنها أدبنا بها الشرع. الدين كله كما قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وغيره من العلماء، وكما قال غيره، أن الدين كله أدب، الدين كله بأحكامه وبعقائده كله أدب، لأنه إما أدب مع الله تعالى، وإما أدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وإما أدب مع الخلق، وهذه كلها في أحكام. فالآداب ما هو معنى أنه مستحب يعني فقط، لا، الآداب يعني ما أدبنا به ربنا عز وجل بما فرضه علينا به في قضاء الحاجة، هذا معنى الآداب. منها ما هو واجب، الآداب منها ما هو يجب وجوبا، ومنها ما هو سنن يستحب. فالمهم لما تقول آداب قضاء الحاجة، سواء كان منها الواجب والمستحب، سواء كان منها الآداب الواجبة أو الآداب المستحبة، فهذا فالإمام أبو داود رحمه الله ذكر في هذا الكتاب كتاب الطهارة كلنا 19 بابا، وهذه الأبواب 19 تضمنت جملة من الآداب التي كل أدب فيها حديث، كل أدب منها جاء فيه حديث يدل عليه، وهي 17 أدبا، 17 أدبا أو حكما، ممكن تقول حكم من أحكام قضاء الحاجة، إما أدب وإما حكم كله صح. هذه الأحاديث إذن تضمن كلنا إيش، 17 حكما أو 17 أدبا من آداب قضاء الحاجة. هذه الكتاب كله، يعني كتاب الطهارة كله، اشتمل على هذه، على هذا العدد من الآداب، وهي باختصار أو في الجملة يعني هي الآداب هذه، وهي إيش، الأول الابتداء، الابتعاد حتى لا يراه أحد، هذا باختصار. كل عدد منها فيه حديث ذكره أبو داود وشرحه الشارح، لكن هذا من باب بسط الإشارة إلى هذه الآداب إجمالا، ثم بعد ذلك فيما بعد إن شاء الله ييسر الله الكلام عليها مفصلة. فهذه الآداب اللي قلنا كم هي، التي هي 17 أدبا من آداب قضاء الحاجة أو حكما، هي الابتعاد حتى لا يراه أحد، 2 أن يرتاد بوله، يعني يتوخى المكان اللين السهل الدمث كما ورد في الحديث، حتى لا يتطاول عليه الرشاش البول، الارتاد لبوله، الارتاد يعني يبحث عن المكان اللين السهل، ليس القاسي الصلب الذي إذا بال عليه ارتد رشاش البول، هذا المعنى.
الثالث التعوذ من الخبث والخبائث. الخبث كما سيأتي بيانه جمع خبيث وهو ذكور الشياطين، الخبائث جمع خبيثة وهي إناث الشياطين. الخبث بالضم أو وهو الأرجح كما رجحه الشارح رحمه الله الإمام القطابي، ويجوز الإسكان كذلك عند غيره، هو قال خطأ الخطابي رحمه الله، وهو معروف مكانته في اللغة في اللغة وفي معانيها، وله كتاب شهير في غريب الحديث، ويعتبر من الأئمة المتبحرين في اللغة. فيقول أنه يعني بالإضافة إلى إمامته في الحديث والفقه، يقول أن الخبث بالسكون خطأ، لكن غيره كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أجاز السكون، مثل أبي عبيدة معمر ابن المثنى ومثل غيره من أئمة الغلب، قالوا لا يجوز الإسكان كذلك. الخبث يعني الخبث اللي هو مصدر، يصير خبث، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فيصير الخبث إذا كان كما قال ابن العربي، يقول الخبث إذا كان في الكلام فهو الشتم، والخبث في الملل هو الكفر والشرك، والخبث في الماء في الطعام هو الحرام، والخبث في ال وهكذا. يعني الخبث إذا 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 نطقته بإسكان الباء يكون أيش السيء القبيح، يعني السيء القبيح. القبيح في الكلام شتم، القبيح في الملل الكفر الشرك، القبيح في المال أو الطعام الحرام، وهكذا. هذا بإسكان الباء. المهم هذا الأدب، هذا إجمالا نذكر الآن. فيه أحاديث طبعا في وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وشرحها الإمام الخطابي رحمه الله بشرحه الموجز. الأدب الرابع عدم الاستقبال القبلة وعدم استدبارها. الخامس ألا يستنجي بيمينه. السادس ألا يستنجي بأقل من ثلاثة حجار. الأدب السابع ألا يستنجي برجيع أو عظم. الأدب الثامن ألا يتحدث، ما يتكلم أثناء قضاء الحاجة. الآن الناس يدخل في الحمام ويتكلم، تناديه زوجته وتعرض عليه برنامج اليوم، أنا سأذهب، أنا سأفعل كذا كذا، يقول رد عليها من الحمام، نعم يفعل كذا، وقد يذكر الله تعالى، يقول إن شاء الله، وهو في داخل الحمام يتكلم معها ويأخذ حريته تماما، كأنه يجلس معها في مجلس استقبال وهو في الحمام. وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا محرم، هذه من الأمور المحرمة أبدا، لا يجوز. وأن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله يمقت على ذلك، انه الانسان ان واحد يعني زي في 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 الحمامات الان او المراحيض العامه مثلا، خلي الرجل زوجته في الحمامات العامه هذه مثلا، واحد يجلس في الحمام هذا والثاني يكلم ويتكلم ويرد على بعض في الحمام، فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يمقت على ذلك، يمقت يعني يبغض، وهذه مشكله كبيره، لا يجوز هذا. الا يتحدث اثناء القضاء الحاجه. التاسع لا يرد السلام اثناء قضاء الحاجه، ما يرد السلام، لان النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه أحد الصحابة وهو يقضي الحاجة فلم يرد عليه، وهذا سيأتي الكلام عليه أيضا والحكم فيه والتفصيل بتفصيل. العاشر أن يستنزه من بوله أو يستبرئ، أن يستنزه أو يستبرئ من البول، ما يترك في بول باقي في محل خروج البول، يستنزه أو يستبرئ، كلها صحيحة. الحادي عشر ألا يبول قائما إلا لعذر، ألا يبول قائما إلا لعذر حتى لا يحصل تنجس أو رشاش البول يتطاير عليه، هذا هو. ألا يبول قائما إلا لعذر، إذا كان معذور هذا يعني يستثنى من ذلك، يجوز. الأدب الثاني عشر ألا يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، لا يتخلى في طريقهم أو ظلهم، الظل اللي يجلس فيه ينزل فيه يقيل فيه، هذا يحرم أيضا التخلي. هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم اللاعنان، يعني السبب يعني السببين اللذين يوجبان اللعنة، يعني يجعل الناس يلعنون هذا الشخص، مجلبة للعن، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم اللاعنين. اجتنبوا اللاعنين ها، اجتنبوا اللاعنين. وهو لما سئل ما اللاعنان يا رسول الله، قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. الظل ليس كل ظل كما بين الشارح رحمه الله، ليس كل ظل محرما، لكن الظل الذي ينزل فيه الناس والذي يعني يقيلون فيه يستفيدون منه، أما مجرد مستان في أشجار، لأنه ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته في حائش النخل، حائش النخل يعني جماعة النخل، وهذا معناه في ظل. فالمقصود أنه ليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة فيه، لكن الظل الذي يحتاجه الناس والذي ينزلون فيه ويقيلون ويناموا ويجلسوا ويأكلوا، وهذا فهذه لا يجوز
قضاء الحاجة فيه، ألا يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. الثالث عشر ألا يبول في مستحمه أو مغتسله. المستحم هو المغتسل، المستحم وهو المغتسل وهو مأخوذ من المحاميم وهو الماء الحار، الماء الحار الذي يغتسل به، لا 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 يبول في مستحمه أو مغتسله، المكان الذي يغتسل فيه. الرابع عشر أن يقول إذا خرج غفرانك. وزاد أيضا في حديث آخر الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الخامس عشر ألا يمس ذكره بيمينه. السادس عشر الاستتار، هذا الاستتار غير البعد، البعد يبعد، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد قضاء الحاجة أبعد حتى لا يراه أحد، أبعد حتى لا يراه أحد صلى الله عليه وسلم. الاستتار هذا شيء آخر غير البعد، الاستتار حتى في البيت، لأنه قد يكون قريب لكنه مستتر داخل البيت في حمام في كذا، ليس في البيت في الصحراء مثلا، لكن يأتي بكثيب أو شترة من خلفه يضع حتى لا يراه أحد أيضا، هذا الاستتار. السابع عشر الأدب الأخير أن يستنجي بالماء، أن يستنجي بالماء، وهذا فيه هذا الباب الأخير، الباب الأخير من أبواب كتاب الطهارة في سنن أبي داود رحمه الله تعالى. هذه مسألة أيضا كذلك موضوع قضاء الحاجة، وهو يعني قبل الكلام على أحاديث الكتاب أو أحاديث يعني كتاب الطهارة أحاديث، قبل الكلام على أحاديث كتاب الطهارة في هذه السنن المباركة سنن أبي داود، نقول أن الحاجة هي كناية عن خروج الغائط والبول. الحاجة إيش مقصود بها؟ كلمة الحاجة هنا عندنا في هذا المقصود بها خروج البول والغائط، هذه كناية، كناية يعني تأدب، يعني تأدب، ما بدي يقول القضية كده يعني صريحة، يقول الحاجة، الحاجة معناها هي كناية عن خروج البول، قضاء الحاجة يعني خروج البول والحائط، هذا معروف يعني، هذا معروف لكن للإيضاح، لأنه ما أخذ هذا، ما أخذ الحاجة كلمة الخادة من أين أخذت؟ مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم لحاجته في الحديث، سيأتي الكلام عليه. هذه كلمة الحاجة من أين أتوا بها العلماء؟ أتوا بها من قوله، أخذها يعني، أخذوها من قوله صلوات الله وسلامه عليه إذا قعد أحدكم لحاجته، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذه الكلمة الحاجة، فأخذها العلماء فسموه قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة، أو كتاب سموه كتاب قضاء الحاجة، أو كتاب آداب أو باب آداب قضاء الحاجة، أخذوها من هذا الحديث، ما أخذها من قول صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم لحاجته. هذه يعبر الحاجة، هذه أو قضاء الحاجة يعبر عنها الفقهاء بباب الاستطابة، يقولون باب الاستطابة، باب الاستطابة، من أين أخذوها؟ أخذوها من حديث فلا يستطب بيميني، سيأتي في آداب القول في آداب قضاء الحاجة أنه قال صلى الله عليه وسلم لا فلا إذا دخل أحدكم القضاء أو إذا قضى أحد، المهم قال صلى الله عليه وسلم فلا يستطب بيميني، يستطب يعني يستنجي، استطاب من الطيب، يتطيب يتنظف، لا يتنظف بيمينه، من قوله صلى الله عليه وسلم ولا يستطب بيمينه، هذا وراه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه لا يستطب، وروايته الأقرب أو الأشهر لا يستنجي بيمينه، وفي رواية عند غير مسلم لا يستطب نفس الحديث، لأن الحديث يؤرد بروايات متعددة، كثير الأحاديث تؤرد بروايات متعددة فيها اختلاف في الألفاظ، هو المعنى واحد، لا يستطب لا يستنجي، معنى واحد، لا يستطب يتطيب، يستنجي يتطيب، إذا استنجى تطيب، وإذا تطيب هو يتطيب بالاستنجاء، أليس كذلك؟ فهي متداخلة معنى واحد يعني. فالمهم أنهم لم يقولوا باب الاستطابة، من أين أخذوها؟ من أخذوا من قوله صلى الله عليه وسلم ولا يستطب بيمينه، الذي في صحيح مسلم وغيره. أيضا يعبر عنها المحدثون يعبرون عنها بباب التخلي، يعني المحدثون الذين يؤلفوا في كتب الحديث، يعني زي كتب الستة المصنفة أو مرتبة على أبواب الفقه، يقولون باب التخلي، ها؟ باب التخلي، من أين أخذوها؟ من قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء، أو من قوله أيضا في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء، هذا قول الصحابي دخل الخلاء، أو لما دخل الخلاء، لما دخل صلى الله عليه وسلم الخلاء، فكلمة الخلاء أخذها أهل الحديث أو المحدثون الذين يصنفون الحديث على الأبواب الفقهية، المحدثون أخذوا هذه الكلمة أو هذا التبويب باب التخلي من قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء، فكلها ألفاظ استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذها العلماء من فقهاء ومحدثين فبوّوا بها واستعملوها، وفي هذا القدر كفاية. فأسأل الرحمن الرحيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن زيد علما،
وأن يجعلنا من المذكورين بلسان الصدق في الآخرين ومن ورثة جنة نعيم، وأن يغفر لنا ولإخواننا ولجميع المسلمين ويرزقهم العمل الصالح والفقه في الدين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.